محمد الغزالي أديب الدعوة. في سجن طور بسيناء ولد كتاب الإسلام والاستبداد السياسي، وفي نكل العنب بمحافظة البحيرة ولد مؤلفه قريبا من الإسلام لأسرة متدينة وبعيدا عن السياسة لعائلة فلاحية سنة 1917 ميلادية، حين سمع اسمه من بين أسماء المفرج عنهم في سجن الطور قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عبارة جاءت بعد أكثر من 30 عاما من الحياة الإيمانية والإعداد الروحي. محمد الغزالي حفظ القرآن الكريم في ريف البحيرة وأحب الدعوة والعمل لها، ومن الكتاتيب إلى معهد الإسكندرية الديني الابتدائي كانت انتقالته العلمية الأولى، ومن نفس المعهد حصل على الثانوية الأزهرية، وفي السنة الثانية بكلية أصول الدين في القاهرة اتصل الغزالي الشاب بالشيخ حسن البنا ووقعت المعرفة. وفي مجلة الإخوان المسلمون أصبح لقلمه الحر زاوية مضيئة، وتخرج من جامعته سنة 1941 للميلاد، وبدأت رحلته في مساجد القاهرة التي كان منبر مسجد عمرو بن العاص المنارة فيها. عرفته محاربها داعية عابدا، وعرفته منابرها أديبا خطيبا مسكون بقضايا الأمة والناس، لا ينفك عن همومهم الصغيرة والكبيرة. فكان أول كتاب له الإسلام والأوضاع الاقتصادية سنة 1947. يقول رحمه الله: إنني عندما أكتب أقسم مشاعري وأفكاري قسمين، قسما يتعرف الواقع الإسلامي بدقة، وآخر يتلمس من توجيهات الإسلام ما يشفي السقام ويدعم الكيان. عرفته جبهات فلسطين في حرب 48، وكان في من لبوا نداء القدس من كتائب الإخوان المسلمين، ثم عاد إلى القاهرة، وكان في من كان منهم من نزلاء الزنازين. لقد صدر قرار حل الجماعة الإخوان المسلمين في مصر، كان في السجن داعية كما كان خارج السجن. استدعته الإذاعة المصرية لإدارة الحرب الإعلامية على جماعة الإخوان المسلمين فقال: ليس من أخلاقي أن أجهز على جريح. كان الشيخ مندفعا بإيمانه وقناعاته الراسخة في الدفاع عن الإسلام ومشروعه وتعرية ما علق به من أفكار منحرفة. وإنك لتحسب أن القلم الذي بيد الغزالي كأنه الرمح بيد ابن الوليد، وهو الذي نذر حياته للإسلام فعلم جيلا في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية. إنني صاحب دعوة ولن أقاتل الناس لإكراههم عليها. وسافر إلى الجزائر وعلم أجيالا تفاسير القرآن والحياة في جامعة الأمير عبد القادر. حصل على جائزة الملك فيصل للعلوم الإسلامية عام 1989. كان الشيخ الغزالي ينتصر لحرية الشعوب، وهو عدو الاستبداد أيا كانت صورته ولو تسربل باسم الدين. والإيمان ببعض الأخلاق المعتمدة على الفطرة، الظلم مرتعه وخيم، العدل خلق كريم. ويقول: إنني من عشاق الحرية في أوسع دائرة مستطاعة. فكان ممن ذهبوا إلى البوسنة والهرسك دعما لقضية المسلمين هناك في حرب الصرب عليهم. واجه الغزالي بفهمه العميق للإسلام الاشتراكية الهوجاء، وبفكره النقي واجه الشيوعية الحمراء، وكتب عن رسول الله كما يكتب التلميذ عن أستاذه والجندي عن قائده كما كان يقول. فكان كتابه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء. أنا لا أدري ما نهايتي، أنا كل ما أرجو من الله أن يعني ألقاه وأنا أتصبب عرقا في خدمة دينه. مسيرة حافلة بالدعوة والكفاح تستحق خاتمة حافلة بالحسنى،
فقد دفن رحمه الله في مقبرة البقيع في المدينة المنورة بعد أن صلت عليه الألوف المؤلفة في مسجد رسول الله سنة 1996 للميلاد. حياة كل ما فيها كفاح، وعمر كل ما فيه معالي، ورحلة دعوة وجهاد فكر، وهذه سيرة الشيخ الغزالي.